أول شيء مساء الخير عليكم، يعطيكم العافية. أنا جدا سعيدة بوجودي معاكم في هالتكريم الجميل لكل الفنانين الله يرحمهم ويخلي الموجودين، تحديدا المرحومة إيتاب الله يرحمها، تعبت كثير وعانت كثير عشان توصل للقمة ووصلت، والدليل إنه إحنا الحين قاعدين نحتفل بأغانيها اللي موجودة معنا دائما. سعيدة جدا إني أنا قاعدة أغني أغانيها، للأسف أنا ما التقيت فيها، ولكن أحبها كذا زي ما أنتم كلكم تحبوها، أحبها من الله. الله يرحمها ويرحم بنتها بسمة ويخليكم، وإن شاء الله تكون حفل جميل، وإن شاء الله يا رب الأغاني تكون جميلة اللي اخترناها. والخوف والارتباك إن أنا قاعدة أغني لفنانة كبيرة زي عتاب أكيد موجودة، لكن أنا من الناس اللي حفلي في أبها مع روتانا كان غنيت لعتاب تكريماً لروح الله يرحمها، وغنيت في وناسة كمان أغاني عتاب. يعني أنا أحبها مش لأنه الحين قالوا نكرمها، أنا أحبها ومن الفانس حكونها أكيد. ما حجي ولا جزء صغير زي ما هي غنت، ما حد ياخذ مكان أحد، لكن إحنا نجتهد ويعطينا العافية.